ولو تسمحوا حد بعد المحاضرة ياخد الريكوردينج الفايل يعني اللي بقى فيه التسجيل ويحطه على اليوتيوب في حتة زمايلكو يقدروا يرجعوا لها وانتوا تقدروا ترجعوا لها في ساعة ما تعوزوا تراجعوا المحاضرة، فحد يبقى ياخدها ويحطها على اليوتيوب. في الترم ده هديكم مادة الكمبيوتر أركيتكشر، المادة اسمها كده لائحة 2018، لائحة 2003 اسمها كمبيوتر أورجانيزيشن 2. الأول قبل ما ابتدي المحاضرة، الناس اللي كسبت جوائز السنة اللي فاتت يطمئنوا هياخدوها. أول بس ما نرجع الكلية بإذن الله هبعت لهم إيميل وياخدوا الجايزة بتاعتهم في الكلية إن شاء الله أول ما نبتدي نقدر نرجع. يعني بتوع السنة اللي فاتت اللي كسبوا الجايزة هياخدوها ما يلاقوش. المادة اللي احنا هنقولها السنة دي هي تكملة للمادة اللي انتوا خدتوها السنة اللي فاتت في سنة تانية مع الدكتور واثق. الدكتور واثق السنة اللي فاتت اداكوا ازاي تصمموا ريسك كمبيوتر وازاي الانستراكشن سيت بيحصل لها implementation، بأنه شرح لكم إزاي الأريثماتيك أوبريشن هتتعمل على ALU، وشرح لكم ALU بتتعمل إزاي، وشرح لكم إزاي بنقرأ الانستراكشن من الميموري وبنعمل لها decoding. قريت الانستراكشن من الميموري اسمها فيتش وبناخدها نعمل لها ديكودينج، وبعد ما بنعمل لها ديكودينج بنعمل لها اكزيكيوشن على الALU، وبعد كده بنكتب على الميموري لو هي رايت اوبريشن. ده اللي انتوا خدتوه مع الدكتور واثق السنة اللي فاتت. حد من الموجودين يرد عليا يقول لي هل الكلمتين اللي انا قلتهم دول فاكرينهم من السنة اللي فاتت ولا لا؟ اي حد يرد علي؟ تمام يا دكتور. تمام، ده اللي انتوا خدتوه في سنة تانية مع الدكتور واثق. احنا هناخد ايه في الترم ده؟ اللي انتوا خدتوه كان ازاي نبني السي بي يو، ازاي يعني نبني ALU، وازاي نقرا من الميموري، وازاي نكتب من الميموري. ايه اللي انتوا لسه ما خدتوهوش علشان نقدر نصمم كمبيوتر؟ انتوا بتقولوا نقرا من الميموري ونكتب في الميموري، ده السنه اللي فاتت اللي خدتوه، بس لسه ما خدتوش الميموري. الميموري دي بتشتغل ازاي؟ يعني اما رحتوا اشتريتوا اللابتوب اللي انتوا بتسمعوني منه دلوقتي او الكمبيوتر، قالوا لكم الميموري اللي جوه دي دي ار ميموري. يعني ايه دي دي ار ميموري؟ بتشتغل ازاي؟ بنقرا منها ونكتب عليها ازاي؟ ده هناخده السنة دي. لو تلاحظوا السلايد اللي قدامكم على الشاشة،
هتلاقوا فيها تالت نقطة ان احنا هناخد الميموري. برضو في الكمبيوتر اللي انتوا بتشتغلوا عليه قال لك اما رحت تشتريه ان الكمبيوتر بتاعك ده الميموري وصل عليه على بس اسمه بي سي اي او بي سي اي اي. واما جيت وحطيتوا الفلاشة في اللابتوب حطتوها في اليو اس بي. اما وصلتوا الميموري اما وصلتوا البرينتر على اللابتوب وصلتوه على اليو اس بي. ده بنسميه input output. ال PCIe ده بنسميه بس. طيب يبقى هناخد السنة دي يعني ايه بس، وهندرس ال PCI وال PCIe، ولو في وقت هندرس ال USB ك input output. بعدين السنة اللي فاتت اما خدتوا البروسيسور ديزاين مع الدكتور واثق قال لكم انه كل الانستراكشن هننفذها في كلوك سايكل واحدة. السنة دي هنشوف ازاي نحسن الحاجة دي بتكنولوجي اسمها البايبلاين، ازاي نقدر ننفذ اكتر من انستراكشن في نفس الوقت على ال سي بي يو. فالدكتور واثق هو اللي هيشرح لكم الجزء ده، هيشرح لكم الميبس بايبلاين داتا باس وكنترول. انتوا خدتوا السنه اللي فاتت الميبس كل الانستراكشن بتتنفذ في سايكل واحد. في الميموري كمان وانتوا بتشتغلوا على الكمبيوتر ممكن تشغلوا برامج حجمها اكبر من حجم الميموري اللي انتوا شارينها. ليه؟ لان الاوبريتنج سيستم اللي هو في الحاله دي الويندوز او في اللينوكس او اي اوبريتنج سيستم بيعمل حاجه اسمها فيرتشوال ميموري. هنشوف ازاي نعمل فيرتشوال ميموري، ازاي نستخدم الهارد ديسك على انه ميموري، وايه الحاجة اللي لازم نصممها جوه الكمبيوتر عشان نسمح بالفيرشوال ميموري. برضو وانتوا بتشتروا الكمبيوتر بتاعكو بيقولوا لكم الكمبيوتر ده فيه قد كده كاش ميموري، مش عارف كام، 4 8 6 16 32 كاش ميموري. يعني ايه كاش ميموري و بنصممها ازاي، وايه الميموري بتاعت التكنولوجي بتاعت الميموري اللي بنستخدمها علشان نعمل كاش ميموري، ده برضو هناخده. يبقى هناخد ايه؟ هناخد اول حاجة الاليمنتس اللي موصلة الكومبوننت بتاعت الكمبيوتر ببعض، ده اللي بنسميه البص. ومعظم الكمبيوترز اللي انتوا بتشتروها دلوقتي اللي هي الكمبيوتر الجديدة بقى الباص بتاعها بي سي اي اي او بي سي اي، وعشان كده هناخد البي سي اي اي والبي سي اي. بعد كده هناخد الميموري بانواعها، يعني ايه دايناميك ميموري، يعني ايه ستاتيك ميموري، ايه نوع الميموري اللي بنستخدمه اما بكون بعمل كاش، يعني ايه ميموري ستاتيك، يعني ايه ميموري دايناميك. بعد كده على اخر السنة هناخد ازاي نصمم بايبلاين. انتوا لحد دلوقتي سواء في مادة اللوجيك اللي خدتوها، مش عارف اديها لكم الدكتور ايمن ولا الدكتور باسم، في مادة اللوجيك شفتوا ازاي بتصمموا دوائر منطقية، ازاي بانكم ترسموها، يعني ازاي كنتوا عايزين ترسموا مالتي بلكسر كنتوا بترصوا شويه اند اور،
عايزين تصمموا كاونتر كنتوا بتحطوا شوية فليب فلوبس وتشوفوا موصلينها ازاي. كنتوا بترسموا الكلام ده بنسميه سكيماتيك. بتمسك بايدك ورقة او على الكمبيوتر وترسم اند جيت واور جيت وتشوف هتوصلهم ببعض ازاي. من 50 سنة كانت دي طريقة وصف الدوائر وتصميمها، انه الديزاينر كانوا بيجيبوا شيت كبير ويقعدوا يرسموا عليه الكومبوننت دي ويوصلوها ببعض. الكلام ده يسموه سكيماتيك دياجرام، يوصلوا اند يوصلوا اول على ورقه ويوصلوا. من حوالي 30 سنه الناس اتحولت، اما تيجي توصف الكمبيوتر او توصف دوائر الكمبيوتر بتستخدم حاجه اسمها هاردوير ديسكريبشن لانجويج، بقت تستخدم لغه بروجرامينج علشان اقدر اوصف بيها الدايره بتاعتي. في لغات كتير عشان تعمل الحكايه دي، اشهرهم الفيريلوج والفي اتش دي ال. في الماده بتاعتنا السنه دي هندرس الفيريلوج لانجويج، نشوف ازاي نوصف دايره باستخدام الفيريلوج. وصف الدايره مش كفايه، بعد ما نوصف الدايره لازم هنعوز نعمل لها سيميوليشن. يعني ايه؟ يعني نشوف لو دخلنا للدايره 1 و0 هتطلع ايه كاوتبوت. ده بنسميه سيميوليشن، دخل انبوت للموديل ونقرا الاوتبوت بتاعه. هنشوف ازاي نعمل سيميوليشن لدايره موصوفه بالفيريلوج، ونشوف ان كانت الدايره دي بتشتغل صح ولا لا. لما بندخل لها انبوت نشوف الاوتبوت بتاعها مظبوط ولا لا. هناخد الحاجه دي سنه سنه لحد ما نقدر نوصف البروسيسور اللي انتوا خدتوه السنه اللي فاتت مع الدكتور واثق، نوصفه بالكامل باستخدام لغه الفيريلوج وننفذه، ننفذ الموديل ده ونشوف ان كان بيشتغل صح ولا لا. فاول حاجه هندرسها هي الهاردوير ديسكريبشن لانجويج. ليه؟ زي ما قلنا بعد ما نخلص الجزء بتاع الهاردوير ديسكريبشن لانجويج مباشره هنشوف ازاي نقدر نموديل بيها البروسيسور اللي انتوا خدتوه مع الدكتور واثق السنه اللي فاتت. وبرده بنفس الهاردوير ديسكريبشن لانجويج دي هنشوف ازاي نموديل وين سيميوليت الباص اللي احنا هناخده في الكورس بتاعنا، ازاي نموديل بي سي اي او بي سي اي اي باص. وده هتبقى المسابقه بتاعه السنه دي. السنه دي بعد شويه هنعرف تفاصيلها، ازاي نعمل موديل لي لا اما البي سي اي لا اما البي سي اي اي كنترولر على حسب ما هنشوف باستخدام الفيريلوج، وازاي نعمل سيميوليشن ليها. دي الاربع نقط اللي هنستخدمهم في المنهج بتاعنا السنه دي. في الحقيقه في 2 تكست بوك هنستخدمهم في الماده بتاعه الكمبيوتر اركيتكتشر او الكمبيوتر اورجانيزيشن 2. اول تكست بوك هو اللي انتوا كنتوا بتستخدموه السنه اللي فاتت مع الدكتور واثق، اللي هو كمبيوتر اورجانيزيشن اند ديزاين. الجزء ده الكتاب ده هندرس منه الميموري وهندرس منه البايب لاين. الكتاب الثاني
اسمه Computer Organization and Architecture. الكمبيوتر ده، الكتاب ده هندرس منه الباص والانبوت اوتبوت وجزء من الميموري. الفيريلوج هنستخدم توتوريال اسمه كومبريهنسيف فيريلوج. التلاتة ريفرنس دول هنستخدمهم في المادة بتاعتنا. طبيعي بعد كل محاضرة هنحط على التيمز السلايد بتاعت المحاضرة زي ما كنا بنعمل السنة اللي فاتت. والتسجيل برضو حد من زمايلكو هيبقى يحطه على اليوتيوب، واعتقد برضو هو بيفضل موجود في تيمز شوي. اول اسبوع مفيش سيكشن، السكاشن ابتداء من الاسبوع الثاني الاسبوع الجاي، وفي نص الاسبوع هتعرفوا اسم المعيدين اللي هيديكوا السكشن. السكشن السنه دي هيبقى في الكليه، المحاضرات هتبقى اون لاين. لحد دلوقتي في حد عنده سؤال؟ طب في حد كان سامع الكلام اللي انا بقوله؟ ايوه اوكي. تعالوا بقى نشوف، زي ما قلنا هنبتدي بالهاردوير ديسكريبشن لانجويج. احنا هنعوز نصمم دايرة. الدايرة دي بنصممها علشان تعمل حاجة معينة. وليكن انا عايز اصمم كاونتر. الكاونتر هيعمل ايه؟ كل ما تيجي كلوك سايكل قيمته هتزيد بواحد. ده الكاونتر هيعمل كده. يبقى لو انا عايز اوصف الكاونتر ده بالانجليزي هقول له ايه؟ when rising clock edge، يعني اما تيجي الرايزنج edge بتاعت الكلوك، add واحد to الكاونتر. ادي ده الوصف بتاع الكاونتر بالانجليزي. وممكن يكون الكاونتر بتاعي في ريست، فاقول له ايه؟ if reset بتساوي واحد، خلي الفاليو بتاعت الكاونتر ده بزيرو. وممكن يكون الكاونتر ده بتاعي في لود، ان انا بقدر ابتدي الكاونتر بقيمة معينة، بقول له if load بتساوي واحد، خلي الكاونتر قيمته القيمة الفلانية. الوصف ده بنسميه algorithmic. يعني ايه؟ كل اللي بعمله ان انا بوصف الكاونتر هيعمل ايه. الطريقة اللي أنا بوصف بيها دي بالإنجليزي أو بالعربي بالكلام، ممكن أوصفها بلغة زي السي، أقول له كاونتر بتساوي كاونتر زائد واحد، أو أقول له if reset الكاونتر بتساوي زيرو، أو if load الكاونتر بتساوي load value. يبقى أما باجي بوصف دايرة بشوف هي بتعمل إيه واكتب الوصف ده. الوصف ده هيساعدني في إيه؟ في إن أعرف الدايرة بتاعتي بتشتغل إزاي. بعد كده في ليفل تاني
من الابستراكشن، ابتدي اضيف الكلوك، اجي اقول له ايه، عندي ريجستر متكون من 4 بيت مثلا، لو الكاونتر بتاعي بيعد من 0 ل 15 يبقى عندي ريجستر زي اللي خدتوه مع الدكتور ايمن في اللوجيك، انه عندي 4 فليب فلوبس بيكونوا ريجستر، وبقول له ايه الريجستر ده قيمته هتزيد بواحد مع الكلوك ايدج، فهاجي هعمل ايه، اقول له كده عندي ريجستر اسمه ايه وعندي كلوك اسمها سي ال كي، واقول له if the rising edge of CLK خلي الريجستر بيساوي ريجستر زائد واحد. أما اكتب الكام سطر دول، بنكتب الدايرة على ليفل بنسميه RTL level، register transfer level. يعني ايه register transfer level؟ بوصف نقل الداتا ما بين الريجسترز المختلفين، بقول له عندي ريجستر وعندي ريجستر تاني، الريجستر انتوا عارفين يعني ايه، عن مجموعة فليب فلوبس، فبقول له في الريجستر ترانسفير ليفل دوت بوصف الداتا بتتغير جوه الريجستر ازاي، بتتنقل ما بينها وما بين بعض في الريجستر ازاي، ده بنسميه ريجستر ترانسفير ليفل. الليفل الاولاني من الابستراكشن اللي هو الالجوريثم دوت، ده ليفل ما فيهوش تايم خالص، بالنسبه لي الكاونتر بيساوي فاليو بتساوي فاليو زائد واحد، ادي ده الكاونت، وبوصف عليه كمان حاجات زي ما بقول له عندي سيجنال تانيه اسمها ريسيت، if reset بتساوي واحد خلي الفاليو بتاعت الكاونتر بتساوي زيرو، وعندي حاجة مثلا تانية اسمها load، if load بتساوي واحد حط الفاليو في الريجستر. الريجستر الليفل التاني اللي هو register transfer level ده فيه تفاصيل اكتر. ايه التفاصيل اللي انا هقول له فيها دي؟ اقول له خلي بالك انا الكاونتر بتاعي ده متكون من 4 بيت، وهقول له الكنترول سيجنال اللي اسمها ريسيت دي عبارة عن بيت واحد، وهقول له ان انا عندي كلوك سيجنال، اما الرايزنج ايدج بتاعها او الفولينج ايدج بتاعها يجي اعمل الاكشن الفلاني. يبقى في تاني ليفل اما اجي بوصف الدايرة اللي بنسميها الليفل اللي بنسميه ريجستر ترانسفير ليفل، بحط تفاصيل زيادة. بعد كده عندي ليفل تاني، ببساطة الليفل اللي انتوا خدتوه في اللوجيك، بقول له خلي لي بالك الريجستر اللي متكون من 4 فليب فلوب دول هما جي كي فليب فلوب، هما دي فليب فلوب، هما RS فليب فلوب، بحدد له نوع الفليب فلوب اللي أنا حاططها، وباجي أقول له إن الفليب فلوب دي الكنترول سيجنال بتاعتها واصلة على أند جيت، والأند جيت دي داخل لها الكلوك وداخل لها الإنيبل بتاع الكاونتر أندينج ببعض، ده بنسميه الجيت ليفل. بوصف الدايرة على الليفل بتاع البيزك كومبوننت بتوع اللوجيك. ايه هما البيزك كومبوننت بتوع اللوجيك؟ الجيتس اللي هما مين؟ الاند والاور والنور والانفرتر والفليفلوبس
الدي فليب فلوب والجي كي فليب فلوب والار اس فليب فلوب واللاتش. بوصف الدايره على الليفل بتاع الجيت زي ما خدته في اللوجيك. لو تفتكروا في اللوجيك وانتوا بتوصفوا بتقولوا انه الريجستر الفاليو بتاعته بتتغير مع الكلوك وبتفترضوا ان الديلي اللي موجود في الجيت سواء الاند او الاور زيرو وبتحسبه بالشكل ده. ده ليفل، لكن في الحقيقه الجيت وليكن الاند جيت اما بدخل لها 0 1 بتطلع 0 بس بعد شويه. الشويه دي اللي اسمهم الديلي. الديلي اللي بيعدي ده نتيجته ايه؟ سببه ايه؟ سببه ان الجيت دي متكونه من مجموعه من الترانزستور والترانزستور بتطلع الاوتبوت بتاعها بعد وقت معين، فلازم الاوتبوت مش هيتغير لحظيا، هيتغير مع الوقت اللي بنسميه البروباجيشن ديلي اللي موجود في الجيت، لان الجيت موجوده جواها مجموعه ترانزستور، الترانزستور دي بتاخد وقت. يبقى ده ليفل تاني اوف ابستراكشن. كل الكلام ده احنا وصفين الدايره لحد الجيت ليفل. طبعا الجيت ليفل دي رسمه على ورقه، يعني ازاي باجي ارسم اند جيت، برسم نص دايرة على ورقة، لكن هي في الحقيقة دايرة سيمي كوندكتور. يعني ايه؟ دايرة هتتحط على سيليكون. الدايرة اللي هتتحط على سيليكون ديت عبارة عن ايه؟ عن شوية ترانزستورز وريزيستنس وكاباستور. الترانزستور والريزيستور والكاباستور دول انتوا هتحطوهم على سيليكون. السيليكون ده ازاي هعمل فيها جانكشنز مختلفة بتاعة سيموس؟ هحط على السيليكون ده ماسك واعدي عليه ليزر لايت علشان اعمل دوبينج في أماكن وأماكن لأ. دي الدايرة الحقيقية. بعد كده باخد الويفر اللي عملت فيه الكلام ده وأقطعه وأحطه في باكجينج اللي هي البتاعة السودة اللي انتوا بتشتروها اللي نازل منها الرجول. دي الدايرة الحقيقية. الدايرة الحقيقية أما بتروح تشتري ميموري بتلاقي إيه؟ يديك الأول برينتد سيركت بورد، البتاعة الخضرة اللي نازل منها رجول دي عبارة عن برينتد سيركت بورد، شوية وايرز بس ملحومة بالنحاس مطبوعة، عشان كده بنسميها برينتد سيركت بورد. دول ملحوم عليهم الشيب. الشيب دي طالع منها رجول ألمونيا ولا نحاس. بعد كده دول جوه واصلين على ايه؟ على الويفر. الويفر ده فيه ايه؟ فيه ترانزستور. الترانزستور معمولة ازاي؟ بان انا عملت دوبينج على ويفر بتاع سيمي كوندكتور. طب ازاي قلت عايز احط هنا الكترونز ولا هنا حطيت هولز؟ ان انا عملت ماسك، الماسك ده خبى حتة وعمل حتة. الماسك ده في برنامج بيعمله
في برنامج بيعمله، البرنامج ده بيسميه البرنامج اللي بيعمل اللي اوت. الماسك ده اللي بيسموه اللي اوت. اللي اوت ده عبارة عن ايه؟ هيقول ايه الحتة اللي فيها ترانزستور والحتة اللي ما فيهاش. طيب اللي اوت ده مفروض بيمثل الدايرة اللي انا هعملها. فعشان كده في عندي برنامج ياخد من الجيت ليفل اللي كنا لسه بنتكلم عليه ده، ويحول الجيت دي لشوية بوليجونز، مربعات ومثلثات اللي بتوصف الترانزستور واصل ازاي. الليفل ده اسمه فيزيكال ديزاين. الفيزيكال ديزاين ده اللي بياخد من الجيت علشان يطلع اللي اوت. يبقى في برنامج بياخد الجيت ويطلع اللي اوت ده. ربما شوية الكلام من ده سمعتوه السنة اللي فاتت مع الدكتور سامح في المادة بتاعت الديجيتال ديزاين. من الجيت للي اوت. في الآخر اللي اوت ده لسه فايل. اللي اوت ده بيروح لي مكنة احطها عليه واحط تحتيها الويفر وابتدي اعمل عملية الدوبينج. ده بنسميه فابريكيشن. بعمل الدايرة بقى في الحقيقة. في الغالب الدوائر دي بتتعمل في شركات بتعمل دوائر، لو صغيرة ممكن أعملها في المعامل، لكن لو أنا حاجات زي بروسيسور أو غيره بتتعمل في الفاوندري. تسمعوا عن فاوندري اسمها TSMC، دي أكبر حاجة في الدنيا. انتل عندها فاوندري، IBM عندها فاوندري، في شركة تانية كبيرة اسمها جلوبال فاوندري. دول شركات المصمم بيبعت لها الديزاين على ديسك، على فايل، عبارة عن وصف اللي اوت. عبارة عن وصف اللي اوت. اللي اوت ده بقى بيتاخد في اعتباره حاجات تانية. انا بعد ما عملت جيت ليفل ديزاين وصممت الدايرة بتاعتي، عايز احسب الباور كونسامشن بتاعها. في تول بتعمل الكلام ده ازاي؟ انها بتقول الاند جيت دي بتستخدم كذا ملي وات، والاند جيت دي بتستخدم كذا ملي وات، ويشوف السيجنال ماشيه فين، ويشوف الباور كونسامشن شغال ازاي. مفروض لو انا بعمل موبايل مهتم منه ما يعملش كونسامشن لباور عاليه علشان ما يخلصش البطاريه بسرعه، ف لازم اقعد احسب الباور كونسامشن ده وابتدي اعمل له اوبتمايزيشن. كل ده في الديزاين ليفل. كل ده في الديزاين ليفل. اول بقى ما بوصل للاي اوت بكون عملت كل الخطوات دي. الخطوات من اول الالجوريثميك ديسكريبشن لحد اللي اوت ده بيعمله الهاردوير ديزاينر. الهاردوير ديزاينر في الغالب بيتقسم لي نصين. الديزاينر بيعمل الفرونت اند، في الحقيقة بيعمل كل ما هو لحد الجيت ليفل، اللي هو في الآخر في الغالب بيبقى الكمبيوتر انجينير. بعد ما بيعمل الجيت ليفل ده عايز يوصل لللي اوت. اللي اوت ده بينفولف انه يحول الجيت لشويه ترانزستور، فلازم يبقى اوير بالديزاين بتاع الترانزستور، وبعد كده لازم يعمل سيميوليشن للترانزستور ده مثلا باستخدام لغه زي السبايس، وبعد كده لازم يحول الترانزستور ده البوليجون علشان يعمل اللي اوت بتاعه. ده في الغالب من الجيت ليفل وانت نازل بيعمل الكلام ده الالكترونيك انجينير.
كمبيوتر انجينير بيعمل النص اللي فوق اللي هو organization, architecture, logic design. ده اللي بيعمله الكمبيوتر انجينير. من اللوجيك ديزاين بينزل لي ترانزستور ليفل وبعدين بينزل لي لي اوت, ده اللي بيعمله الالكترونيك انجينير. في الكورس بتاعنا بنفوكس لحد الجيت ليفل. انتوا خدتوا حاجات كتير عشان تخليكوا ديزاينر, خدتوا لحد دلوقتي الكمبيوتر اورجانيزيشن مع الدكتور واثق, وخدتوا اللوجيك مع الدكتور ايمن او الدكتور حسام او الدكتور باسم, وهتاخدوا في الكمبيوتر اركيتكشر الماده بتاعت السنه دي الحاجات اللي تكمل لكم الديزاين, بحيث انه في مشروع المسابقه اللي انتوا هتعملوا كل الليفلز بتاعت الديزاين اللي مفترض ان الكمبيوتر انجينير يعملها, اللي هي كل الخطوات اللي قبل الترانزستور ليفل ديزاين. في حد عنده اسئله لحد الوقت؟ دكتور معلش اتفضل. هو في الجيت ليفل حضرتك قلت انا بشتغل في فليب فلوبس وجيتس. ايوه. طب ما الفليب فلوبس معموله من جيتس, بوصف الفليب فلوبس برضه ولا باخدها زي ما هي؟ الفليب فلوبس اما انا باجي وانا بوصفها في الدايره بتاعتي بوصفها على انها فليب فلوب. يعني ازاي؟ لو انا عندي ار اس فليب فلوب مش محتاج احط الجيتس اللي موجوده, حاطط دي فليب فلوب مش محتاج احط الجيتس اللي موجوده. الليفل اللي بعد كده بقى اما باخد من الجيت ده عشان احط باور او غيره, بروح اجيب من اللايبري الفليب فلوب دي على حسب تكنولوجيا معينه. يعني الفليب فلوب دي فيها 2 جيت, فيها جيت, فيها 3 جيت. دي الخطوه اللي بنسميها اللايبري مابينج. اللايبري مابينج ده باخد الفليب فلوب اللي هي بلوك ده وافك بيه الجيتس بتاعته. ده يجاوب على سؤالك. واي جيت تانية باخدها جيت في الجيت ليفل. لكن برضو بعد كده اما باجي بعمل مابينج هشوف الجيت ديت انا واخدها من اني لايبري, انه ممكن في جيت معموله ب ترانزستور بشكل معين, فهيبقى الباور كونسامشن بتاعها الديلي بتاعها حاجه تانية, فبالتالي برضو هاخدها من اللايبري مابينج. اوكي شكرا يا دكتور. في اسئله تانية؟ معظم الناس اللي بتعمل ديجيتال ديزاين معظمها بتستخدم سينكرونس ديزاين. في السينكرونس ديزاين الدايرة بتاعتي بتشتغل بكلوك, اي اكشن بتتم ما بين 2 كلوكس مع الرايزنج ايدج او الفولينج ايدج. اللي انتوا خدتوه في اللوجيك هو سينكرونس ديزاين. في سينكرونس ديزاين دي معتمده على ايه؟ ان انا عندي كومبينيشنال لوجيك وسيكوينشال لوجيك. السيكوينشال لوجيك في الاساس زي ما خدته بيحسب النكست ستيت, والنكست ستيت ديت بتحصل مع الرايزنج ايدج او الفولينج ايدج بتاع الكلوك. يبقى ده سينكرونس ديزاين. الرسمه اللي قدامكم على الشاشه دي في اجزاء مدوره كده ومربعات. الجزء المدور ده هو ال كومبينيشنال لوجيك. مفروض الجزء الكومبينيشنال يخلص قبل ما تيجي كلوك تانية. يعني ايه؟ بص كده المثال اللي كنا بنقوله اللي هو الكاونتر.
الكاونتر هاجم مع واحد، الكاونتر فعليا هاجم مع واحد، هاخد القيمة واجمع عليها واحد، بس مش هطلع الواحد ده، مش هطلع الرقم بعد ما يجمع عليه واحد إلا مع الرايزنج ايدج بتاع الكلوك. يبقى ده اسمه سينكرونسي ديزاين، ومفروض ما يجيليش كلوك تانية إلا لما أكون جمعت الواحد. يعني معناها إيه؟ إن كل الحاجات اللي بتتم جوه الكومباينيشنال سيركت بتاخد وقت أقل من الوقت بتاع الكلوك. يبقى ده يعني إيه سينكرونس ديزاين؟ عندي كل الستورج إليمنت عبارة عن فليب فلوبس كنترولد بسنجل كلوك، وكل الأكشن اللي بتتم جوه الكومباينيشنال سيركت زي الادر في حالة الكاونتر، ما هو الكاونتر هيبقى عبارة عن ايه؟ عن ادر وورا فليب فلوب. كل الاكشن اللي بتتم في الحالة دي الادر النجمة واحد ده، تكون الدايرة الكومباينيشنال دي الديلي اللي جواها، البروباجيشن ديلي اللي جواها أقل من البيريود بتاعة الكلوك. ليه؟ عشان لما تيجي الكلوك التانية عشان تطلع الفاليو اللي هي X بتساوي X زائد واحد في حالة الكاونتر، يكون القادر خلص جمع. ده بنسميه السينكرونس ديزاين. كل الديزاين اللي احنا هناخدها في المنهج بتاع السنة دي ده هيبقى سينكرونس ديزاين. انا هقف هنا وهناخد ريست 10 دقايق وهنكمل المحاضره الجايه الساعه 11 ان شاء الله. تفضلوا خدوا ريست.